شحانية. يا هل ترى ترهونه وأيضا نوايد وترهونه. سلام يا عاصمة الدوحة، يا عاصمة قطر، سلام الدوحة، سلام الدوحة، سلام. نوايد مع العملاق، مع جابر الشبل، جابر بن سالم بن فاران المري. سلام شحاني، سلام، تهانينا نزفها على الهواء مباشرة لضيوفنا من دولة قطر الشقيقة مع هذه البكرة، مع خاطبة الكاس. نوايد الله، شحاني الكاس، شحاني كاس شغلكم من راشد، شحاني بقوة بجدارة بثبات. المركز الثاني ايضا ترون الهجن الشحانية، حبوبة في المركز الثالث لهجن العاصمة. المركز الرابع، البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يدفع ببطاشة بالشعار الأحمر، الشعار الخطر، ولكن نية العاصفة مع الكاس، الله، نية وبطاشة، ونية، الكاس، كأس البكار المحليات تقترب من هنية، نية، الله. حمد بن راشد بن غدير الكتبي يقدم نية مع الشعار العاصفي. نعم، هذه العاصفة عاصفة غيرت مفاهيم الأمثال. يقولون في المثل الهدوء الذي يسبق العاصفة، ولكنها عاصفة تسبق الهدوء، مع نية وتسلل. الكاس حمداني. المركز الثالث جاءت فيه بطاشة الهجري الرئاسة. المركز الرابع، ايضا لهجن الشحانية مع المضمر سالم بن فاران المري، مع ختال يبي ختلهم، ولكن صداد مع الشوط المفتوح صد كل الهجمات المرتدة والغير مرتدة. صداد راح. العاصفة تزيد من الاعداد مع صداد، مع الرموز الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. لا يعترف الا بالرموز، لا يتكلم الا في الميدان. سلام يا ابو حمدان، وسلام يا سيدي حمدان. الله، تهانينا لهجن العاصفة على انتزاع البندقية الذهبية. مياس الشكل، مياس العود قادم لهجن الرياسة بقيادة البيبسيور حمود بن محمد بن سالم، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. لكن مبعد أبعد بالمقدمة، أبعد بالرمز. بدأت تقترب البندقية من ييد الذهبي سالم بن جابر بن فوران المري. يا سلام، مياس قادم ومبعد على المقدمة، مبعد ابعاد واللي قريبين لمراد بس البندقية ووصول خط النهاية. يا سلام، ليتني ملحن وصوتي جميل كان غنيت على مبعد حتى الدوحة. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا لمالك هجن الشحانية سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أميري دولة قطر. تغ
تقديم الرموز في مساء هذا اليوم، حيث كانت في الشوط الأول الرئيسي نوايد من هجن الشحانية هي من ظفرت بالكأس الأول، الكأس المفتوح. تهانينا والناموس لهجن الشحانية. وهنا سعادة الشيخ حمد بن جاسم الثاني يتوج الذهبي سالم بن فاران المري، وكذلك الشبل جابر بن سالم بن فاران المري في فرحة، وسالم بن حمد بن بريكان المري في فرحة واحتفالية بهذا الكأس المفتوح، حيث كانت ارتياد مشاهدين الأعزاء أو نوايد هي من صاحت. وهنا لحظات التتويج، وكذلك صالح بن سعيد العيد. الكل حضر مشاهدين الكرام في فرحة كبيرة في يوم كبير مع الصغار وانطلاقات هذا المساء. صالح بن سعيد العيد يرفع الكأس عاليا، بينما مشاهدين الكرام شوط المحليات تلبكار ذهبت بهنية لهجن العاصفة. ويأتي هنا سعادة الشيخ حمد بن جاسم بتتويج سمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم الكأس المحليات الأصائل، كأس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم. وهنا سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم يستلم هذا الكأس وكذلك الواثق. هنا البندقية مشاهدين الكرام الخاصة بالجعدان المحليات الأصائل، حيث كان من خلال الانطلاقات المحليات أو الكأس المفتوح هنا في هذه الانطلاقة أيضا هجن الشحانية هي من انتزعت هذا الكأس مع وجود لجان هجن العاصفة هي من فازت بالكأس المفتوح مشاهدين الكرام. بندقية الجعدان تحتل المركز الثالث واصلة من خلال هذا اللقاء. ياتي مشاهدينا الكرام محمود بن محمد الوهيبي ليقدم مشاهدينا الاعزاء لنا مخايل تخايل الناموس. نشوف هملوله واصله هجن الرياسه وعلي بن يميل الوهيبي لكن هجن الرياسه تخطف الاضواء تخطف الناموس. هملوله وامزاح امزاح وهملوله هملوله وامزاح. تهانينا مشاهدين الكرام لهجن الرياسة على هذا الفوز والانتصار. هملولة إلى شقة هنا في تنافس علي بن يميل ومحمود الوهيبي، لكن هجن الرياسة تحمل الشعار الخطر الشعار الحمر. تتقدم مشاهدين الكرام تمر تطوف. وهنا هملولة لهجن الرياسة تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني هجن الرياسة هملولة، المركز الثالث والرابع لهجن العاصفة. بينما ايضا شعاري هجن الرياسة ياتي مع الجذاب يسير مع الجذاب مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام لهجن الرياسة محمود بن محمد سالم الوهيبي السليماني ودسمان. ايضا هنا مقاتلات العاصفة وصلت في هذه اللحظات مع دسمان السليماني، ولكن الجذاب على الصدارة، الجذاب على المركز الاول. هجن الرياسة تسير الى ايضا خط النهاية. محمود بن محمد سالم الوهيبي البروفيسور يقدم هذه الانطلاقة، يقدم هذا الأداء الكبير والتحديات المثيرة. 200 متر الأخيرة روح يا محمود. هنا واصل لك أيضا السليماني يأتي على المركز الثاني، ولكن الجذاب. تهانينا والناموس لهجن الرياسة على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني السليماني من هجن العاصفة، دسمان يحل ثالثا من هجن العاصفة، أيضا مزراق لسيدي سمو الشيخ سلطان مزراق. غلا وازعاج وسجة وهملولة يا سلام يا هذا المثلث العاصفة والرياسة والشحانية في معركة هنا على أرضية ميدان المرموم، معركة الأشواط معركة النواميس. هنا ازعاج مع المركز الأول مع ناموس الشوط مع المضمر الذهبي مع هجن الشحانية، ولكن انطلقت هملولة ولكن تحركت الرياسة
والشحانية، البروفيسور والذهبي، المعركة طاحنة، الظافر والذهبي، الظافر والذهبي، ولكن الذهبي، ولكن الذهبي، شحاني شحاني شحاني. هذا الشوط هجن الرياسة تحاول، هجن الرياسة تحاول، ولكن سلام يا الشحاني، يا سلام، سلام يا ازعاج، سلام تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمضمر الذهبي سالم بن فاران المري المركز الثاني منوله من هجن الرياسة بقيادة المضمر علي بن جبيل الوهيب المركز الثاني. يقدمها يقدمها الواثق حمد بن راشد بن غدير، الموقف خطير على مقدمة هذا الشوط، والتسلل التسلل في اللحظات الأخيرة، ما شاء الله تبارك الله تبارك الله، التحديات مثيرة وأرمزنا بدأت تتسلل بدأت تتسلل، تنطلق بالمقدمة بهذا الشعار شعاري هجن الرياسة، ولكن من الجانب الآخر نتابع شودة نتابع سيلة عسيلة وشودة ومزنة، ما شاء الله تبارك الله، صدرت الأوامر اللحظات الأخيرة، وعسيلة عسيلة عسيلة، ولكن شودة شودة وعسيلة عسيلة وشودة، الموقف خطير، عسيلة 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 في اللحظات الأخيرة، سلام سلام الشحانية، سلام تهانينا المضمر الذهبي سالم بن فاران المري المركز الثاني، شودة من هجن العاصمة المركز الثاني لهجن الرياسة المركز. يسيطر اللي يسيطر مخيف مخيف من هجن الرياسة، الوعب يا الوعب يا الوعب الوعب ومخيف شعار هجن الرياسة، والشعار العنابي يلدعم، يا سلام يا سلام يا سلام، شوف الرقص محمود بن محمد بن سالم الوهيبي وسالم وجابر بن سالم بن فاران المري شبل، يا سلام يا سلام، اللحظات الأخيرة لحظات إصدار الأوامر، خلاص الظاهر أنه مسيطر انه مسيطر مخيف 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 من هجن الرياسة، محمود محمود ما حرك ما حرك حتى هذه اللحظات، خلاص الامتار الاخيرة الامتار الاخيرة، تهانينا والناموس، ولكن عاد الوعب عاد الوعب ولا زال مخيف مخيف، تهانينا لهجن الرياسة على فوز مخيف تهاني محمود بن سالم الوهيبي المركز الثاني، الوعب من هجن الشحانية، والمركز الثالث اللي وصل فيه مياس من دائماً من يفاجئ الجميع، هذا الشعار المفاجئ دائماً ما يقدم الجديد، الله يا رادار على الصوت مروح على الصوت مروح، والعصا قوس خلوه يوصل خلوه يوصل، والعصا قوس مع رادار يحمل الرقم سبعة يحمل الرقم سبعة، لكن لكن أشوف أشوف المركز الثاني وأول نداء المتحد لهجن الشحانية وسالم بن فاران المريوم، يا سلام المعركة طاحنة، رادار والعصا قوس العصا قوس بدون تعليمات، الله يا رادار، تهانينا للعاصفة وهجنها على فوز رادار في المركز الأول، وحمد بن راشد بن غدير الكتبي متابعا لهذا الشعار المركز الثاني. الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الهيان أحمد بالصايغ المزروعي يقدم المايدية على المركز الثالث، ولكن سلسبيل سلسبيل اقتربت من الناموس، اقتربت بشعار الرياسة، اندفعت في هذا التقدم، عسير تحاول اللحظات الأخيرة، وهنا أيضا اسم جديد ينضم، يا سلام
شوف المركز الرابع غريبة الخطيرة انطلقت اندفعت غريبة هنا في هذه اللحظة تنطلق مع هذا الموقف الخطير، ولكن الرياسة مع سلسبيل لا مستحيل مع المستحيل، هذا هو المستحيل. هنا راشد بسمي المنصوري يقدم هذا الاسم بهذا الشعار العملاق، شعار هجن الرياسة. تهانينا والناموس على فوزي سلسبيل بالمركز الأول. المركز الثاني سحايب بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد العطية العاصفة، وصلت الهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير الاكتبي يقدم لنا قطنة، وأيضا الذهبي وصل لكي يساند أوزان مع انطلاقة للطامة أوزان الذهبي مع البداية مع المركز الأول والثاني، الشحانية مع الشحانية وهجن الشحانية تسيطر النقطة السادسة بهذا المساء، يتميز بها هذا الشعار هجر الشحانية تميز وأبدع بهذا المساء. تهانينا وألف مبروك لمؤسسة هجر الشحانية على فوز أوزان وفوز للطامة، التهاني للذهبي سالم بن فاران المري، تهانينا والناموس على فوز أوزان في المركز الأول والطامة في المركز الثاني، قطنا على المركز الثالث لهجر العاصفة، المركز الرابع سحايب لهجر الشحانية. راشد بن محمد بن سعيد بن مراشد يتواجد هجن الرياسة من الجانب الأيمن، هناك مع انطلاقة أيضا ميراج محمود بن محمد بن سالم الوهيبي وصل هملول لهجن الرياسة، علي بن يمين الوهيبي، ولكن الشامخ وغازي هناك أيضا غازي هنا. الله يا المختبر والسيارة الثالثة في رصيدة، هذا هو الاختبار ولا فلا، ها هو الاختبار الحقيقي. الله مشكور يا المتألق دائما، يتألق دائما هنا، يتألق هنا. مشاهدينا متابعينا الكرام تهانينا هنا أيضا، مشاهدينا تهانينا والناموس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، وأيضا مالك هجن زعبيل المركز الثاني، الشامخ لهجن العاصفة المركز الثالث، ميراج أيضا لهجن الرياسة المركز الرابع، لهجن الرياسة مع على المركز الأول بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن فهد بن عبد الله الثاني بقيادة المضمر سعيد بن بطي بن محمد الحسناء المري، الأشقاء من دولة قطر الشقيقة تقدموا على المركز الأول، تقدموا بالصدارة مع هذا العرض الكبير، مع هذا العرض المثير سمي أبو مثير، وهو مثيرا للجدل، مثيرا بالأداء، مثيرا بالقوة الكبيرة. أنقل السلامات إلى ميدان الشحانية، إلى دولة قطر الشقيقة، إلى دوحة الخير، ننقل السلامات من دانة الدنيا دبي إلى دولة قطر. تهانينا والناموس لمالك مثير سعادة الشيخ عبد العزيز بن فهد بن عبد الله الثاني، والتهنية إلى المرافق والمضمر. مهمة على الصدارة من هجن العاصفة، وحمد بن راشد بن غدير يتولى عملية تضمينها وتدريبها، بينما الغادمة هناك الشاهنية من الجانب الآخر من هجن الرياسة، وراشد بن محمد بالسم المنصوري يقودها على الصدارة وعلى المركز الأول. المعركة الثنائية مهمة والشاهنية، هجن العاصفة وهجن الرياسة، والأمتار الأخيرة، الأمتار النهائية. يا سلام
يا سلام السيارة السيارة مع الشاهنية. سلام سلام لهجن الرئاسة، سلام لراشد بن محمد بالسم المنصوري. مشكور مشكور يا المستحيل على هذا الأداء المستحيل التي قدمت الشاهنية بناموس هذا الشوط. المركز الثاني مهمة من هجن العاصفة المركز. تتقدم لهجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يقودها في عملية التضمير والتدريب. الوصول من إنجاز لهجن الرئاسة راشد بن محمد بسم المنصوري، ولكن نعود مع النوير على المركز الأول، النوير على الصدارة، النوير على البداية. الأمتار الأخيرة بسم واصل، بسم واصل، إنجاز واصله لهجن الرئاسة راشد بن محمد بسم المنصوري يقودها في عملية التضمير والتدريب. شوط الختام النوير ولا انجاز ولا العنود، ولكن النوير على البداية. النوير انجاز واصلة، انجاز واصلة، العنود واصلة اللحظات الأخيرة، ولكن النوير 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 مع الجنتلمان احمد بخلفان بالصايغ المزروعي. تهانينا والناموس لسمو الشيخ الزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان على فوز النوير بالمركز الاول. المركز الثاني